قطاع النقل عموما من القطاعات اللي بتهتم بيها الدوله حاليا وبتتوسع فيها، سواء في الطرق، سواء في المواني، سواء في مجال يعني في مشاريع كتيره متخصصه خاصه بقطاع النقل. وتواجدنا في المعرض ده بيدينا فرصه ان احنا نتكلم عن المشاريع اللي احنا سواء نفذناها او اللي احنا عندنا امكانيه ان احنا ننفذها كويس في القطاعات المختلفه، سواء قطاع النقل البري او البحري كمان. جزء كبير جدا من الشغل بتاعنا مرتكز على التكنولوجيا كأداة ان احنا نحسن الخدمة للمواطنين. يعني التكنولوجيا من غيرها كان هنقدر ان احنا نقدم نفس الخدمات اللي احنا بنقدمها، اما باسعار اغلى بكتير او ان احنا نقدر ان احنا ما نحلش مشاكل موجودة بالفعل عند العملاء. مواصلات مصر بتنفذ دلوقتي شبكة بتربط التجمعات العمرانية الجديدة في القاهرة من اول 10 من رمضان لغاية 6 اكتوبر بوسط البلد وبشبكة مترو الانفاق من خلال باصز ذكيه، فبنقدر ان احنا نحل مشاكل الناس زي الناس ما تستناش الباص في الشارع. فكون ان في عندنا خدمات بتلمس عدد كبير من الناس باستخدام التكنولوجيا، ده بيدينا الفرصه ان احنا نعرض ده في كايرو اي سي تي وناخد اكسبوجر اكبر. هو طبعا المنافسه دي مطلوبه، لان هي اللي بتخلي الشركه تجود من نفسها وتطور من نفسها وتدور على كل جديد في السوق وتعمله، او الاقسام الابحاث والتطوير عندها تطور من المنتجات الجديدة عشان تنتشر. لو ما فيش منافسة هنفضل محلك سر. فالمعارض دي بتخلينا نتعرف على المنافسين بيعملوا ايه، وهم برضو بتعرفوا احنا بنعمل ايه، وفي تبادل خبرات وتبادل مشورات في كل حاجة.